انطلقت اليوم في عمان فعاليات المؤتمر الوطني الخاص بإعلان نتائج دراسة وطنية هي الأولى من نوعها في المملكة بحثت قضية الشباب والفكر المتطرف. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. الشباب في مواجهة الفكر المتطرف، دراسة تعد الأولى من نوعها في الأردن بشكلها المتكامل، تعالج ظاهرة انتشار الفكر المتطرف وتبني مجموعة من الشباب من مختلف دول العالم ومجتمعاته لهذا الفكر وانخراطهم في الأعمال الإرهابية التي تتبناها الجماعات المتطرفة. وصل عدد الشباب التي تم استطلاع رأيهم 1700 عينة، فهذا عدد معبر لكل الشباب من الشمال إلى الجنوب والوسط طبعا مرورا بالوسط. وأهم النتائج أن الجميع من هؤلاء الشباب أجمعوا بأن الجهل والتغيرات الاجتماعية والفروقات الاجتماعية هي أكثر أسباب التي قد تؤدي في الشباب إلى نوعا ما الخروج عن القواعد الاعتدالية في الوسطية والأعراف الاجتماعية، بالإضافة إلى أنه معظم الشباب في الجامعات أجمعوا بأنه عملية عدم المساواة داخل الجامعة من بين أقرانهم من قبل أعضاء الهيئة التدريسية من قبل الإدارات وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى شعورهم بنوع من الظلم، يعني قد تؤدي إلى أيضا الخروج عن هذا الاعتدال. الدراسة الباحثة في عدة محاور دينية وتربوية وتعليمية وسياسية واقتصادية خلصت إلى مجموعة من النتائج على رأسها أسباب التطرف، حيث أظهرت أن الجهل هو الأقوى أثراً وتأثيراً في بناء العقلية المتطرفة. ذكرت أن الأسباب الرئيسية لالتحاق الشباب بالمنظمات والحركات الإرهابية تعود لأسباب اجتماعية بنسبة موافقة 41.4% من عينة الدراسة، تليها الأسباب الدينية بنسبة 34.8%، ومن ثم الأسباب السياسية بنسبة 23.8%. من ناحية المحور الديني ظهر أن مسألة الجهل بفقه الحياة وبأصول التعامل مع القرآن والسنة وأصول التعامل مع المستجدات المعاصرة، هذا عدم المعرفة وهذا الجهل إذا انضم إليه عدم التحصين وعدم وجود مناعة لدى الشباب لمواجهة الفكر المتطرف أيا كان هذا الفكر المتطرف، ستؤدي بالإضافة إلى مساعدات أخرى مسائل تربوية واقتصادية وسياسية واجتماعية، هذه كلها تشكل حالة عند الإنسان يصيب هذا المرض إذا تم توجيه الشبهات إلى هذا الإنسان. أما بالنسبة لسبل مواجهة الفكر المتطرف، أظهرت الدراسة إجماع العينة على أهمية تدخل الدولة المباشر لحماية المجتمع ومن ثم الإعلام المستنير، بالإضافة إلى عدم السماح للمتشددين والمتطرفين بالظهور بالوسائل الإعلامية، كما أكدوا على أهمية إشاعة ثقافة الاعتدال وتعزيز مفهوم الدولة المدنية، وضع خطط كفيلة لمحاصرة ومعالجة من انجذب للجماعات المتطرفة حماية للمجتمع ومستقبل الأجيال من التردي في مهاوي الانحراف والغلو والتطرف المؤدي إلى الإرهاب وزعزعة أمن المجتمعات. ليلى خالد، رؤيا.